أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن موظفي وزارة شؤون الشباب والرياضة باتوا مستشارين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى لشؤون الشباب والرياضة باعتبارهم الأقدر على توصيف المقترحات والأفكار الرامية إلى تطوير الحركة الشبابية والرياضية. جاء ذلك خلال رعاية سموه للحفل السنوي لوزارة شؤون الشباب والرياضة الذي حضره سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الوزارة والذي أقيم في فندق سوفيتيل الزلاق. وقال سموه في كلمة ألقاها: أطلب من موظفي وزارة شؤون الشباب والرياضة البدء بأن يكونوا مستشارين لجلالة الملك في الجانب الشبابي والرياضي والعمل من الآن على تقديم الاستشارات الأفكار الرامية إلى الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية في المملكة ورفعها من أجل إيجاد الآلية المناسبة لتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. ومن بين هذه الاقتراحات ما سينفذ بعد تقديمها وبعضها سيرحل إلى المستقبل، ولكن الأهم هو التنفيذ المستمر لهذه الاقتراحات. أضاف سموه أن موظفي وزارة شؤون الشباب والرياضة على قدر عال من المسؤولية وهم الأقدر على توصيف المقترحات التي تسعى إلى تطوير العمل الإداري والفني في الوزارة، ونتطلع منهم إلى البدء في عملهم كمستشارين لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وتقديم كل المقترحات التي يرونها مناسبة وعدم التردد في تقديمها مهما كان حجم تلك الاقتراحات. وسنعمل مع سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة في رسم الآلية المناسبة من أجل استقبال المقترحات والاستشارات والعمل على تنفيذها بصورة مثالية، ونحن نعتبر أن رأي الموظفين هو الأهم والسليم لتنفيذ الارتقاء بالقطاع الشبابي والرياضي. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: نحن فخورون بما حققته وزارة شؤون الشباب والرياضة من خلال إنجازات رائدة، وجلالة الملك المفدى دائما ما يشيد ويضرب المثل بما حققته الحركة الشبابية والرياضية من إنجازات، ويفخر بالعمل الإداري والفني الذي يقوم به كوادر الشباب والرياضة. وأنا أيضا فخور بكم وبما حققتم من إنجازات متميزة جعلتكم من بين أفضل الوزارات في المملكة. من جهتي أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر أن الإنجازات التي تحققت للوزارة جاءت بفضل اهتمام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الكبير بالحركة الرياضية والشبابية، مشيرا إلى الدعم الكبير والمباشر من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والذي شكل اهتمامه دافعا كبيرا لمنتسبي الوزارة من أجل تحقيق هذه الإنجازات الرائدة.